الجديد في القضية وهو أن اليوم كانت جلسة لمناقشة القضية مع خولة بشأن الوقائع المنسوبة لها، وكذلك الاستماع للشهود اللي وجدنا في القضية. كيظهر لي على أنه الملف غادي يقدر ياخذ مسار آخر، بحيث أنه الآن أصبحت لدينا حجة بعد ما كنا محرومين من هذا الحق اللي كان المفروض أنه يكون في إبان البحث التمهيدي. اليوم أصبحت لنا حجة في الملف، وهي شاهدة تؤكد وقعة الاعتداء على خولة من طرف المشتكية. ويمكن الآن غادي يمكن يعرف الملف تطورات جديدة، وهو أنه بصدد الآن بصدد إعداد شكاية مباشرة في مواجهة دنيا بوتازوت، أكيد لأن الحضور ديالها ماشي غير كمشتكية فقط، بل يمكن غادي تولي عندنا وسيلة لحضورها كمشتكى بها أيضا بمقتضى شكاية مباشرة غادي نعملوا على الوضع ديالها أمام المحكمة. جلسة المجيه في 9/5 إن شاء الله.